السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية العطاء الطبية. أنا دكتور صفاء. اليوم راح نحكي عن موضوع جدا مهم بالجراحة، اللي هو الميتابوليك ريسبونس للتروما. طبعا التروما نتعرض لها بكل وقت، يعني العملية الجراحية بحد ذاتها نعتبرها تروما، سواء كانت بسيطة اللي تكون تروما أقل، أو معقدة مرات تكون تروما أعلى. زائد الشغلة الثانية المهمة أنه أي جرح ممكن يكون لأي سبب من الأسباب، على سبيل المثال مثلا واحد حادث السيارة، مثلا على سبيل المثال الحرق البيرن، ذن كلهن نعتبرين تروما. زين، شقد مهمة هاي المحاضرة؟ راح نشوف أنه شون الجسم كميتابوليك ريسبونس، زين، ميتابوليك ريسبونس تروما، يعني التغيرات الأيضية اللي راح تصير بالجسم شون راح تبدي تتكون للتروما. لهذا فهم المحاضرة جدا مهم، راح يخلينا نفهم هواي شغلات ويعلمنا شون نتصرف بعدين في الحياة العملية بعد التعييم. زين، عندنا هنا أول شيء الأوبجكتيفز. عندنا الأوبجكتيفز من اسمها الأهداف المحاضرة. راح نبدي بالبداية ناخذ بعض التعاريف على مود شنو نفهم بعدين بالشرح اللي يصير شنو. الشغلة الثانية المهمة انه راح نبدي نفهم انه اذا صارت الانجري او التروما، شنو الجسم شو راح يتعامل لوكالي، يعني بمكان الانجري، سواء كان باي مكان بالجسم شو راح يتعامل بالبداية للتروما. بعدين راح نروح من يصير هذا اللوكال ريسبونس، هاي الاستجابة الموضعية، راح تحفز شنو الجسم بعدين انه الى سيستميك ريسبونس، يعني الجسم يبدي شنو يفرز لنا بعض الهرمونات، يفرز لنا بعض الجهاز العصبي يبدي يتحفز، اللي هو مهم منه السمباثيتك نيرفس سيستم، ينتج على مود شنو، على مود انه يبدي مثلا هذا المريض صار عنده نزف، زين، مثلا صار عنده حادث، صار عنده نزف، فقد شنو، فقد فوليوم، فقد سوائل، فراح يبدي ينزل ضغطه، تمام، جسمه يبدي يصير بارد. فالجسم شو راح يتفاعل بهذا هاي النقطه، ايش راح يفرز من هرمونات، الجهاز العصبي السمباثيك نيرفس سيستم شلون راح ينفرز. هذا كله هو موضوع المحاضره اللي راح ناخذه بتفاصيله، وان شاء الله في شيء بسيط وراح نحفظه بتفاصيل. شنو معنى هوميوستاسيس؟ يعني هسه انا قاعد هنا، القلب وبقيه الاعضاء مال الجسم يوصل لها غذاء ودم بشكل معين بدرجه معينه، زين، وظائف الاعضاء مالتي طبيعيه، ما عندي اي مشكله بها، ماكو زياده بدقات القلب، ماكو مشكله بالاعضاء البقيه، هذا نسميه الهوميوستاسيس. ستاسيس معناه استقراريه، يعني الجسم في حاله استقرار. اكيد من تصير التروما راح تتخلخل هالاستقراريه، لهذا احنا من ننطي علاجات للمريض نريد نوصله نرجعه للهوميوستاسيس. راح ناخذ ضمن المحاضره ده مجرد يعني قبل ما ندخل بتفاصيل المحاضره، هسه راح ناخذ مقدمه عليها، بس نريد نفهم شنو معنى شيء اسمه جلوكونيوجينيسيس. من اسمه الجلوكو معناه جلوكوز، النيو يعني في شيء تكوين جديد، جينيسيس معناه تكوين، فالجلوكونيوجينيسيس عمليه تكوين الجلوكوز، عاده اللي هي نون كاربوهيدرات كاربون سبستريت. شنو معناه؟ معناه يجينا مو من الكربوهيدرات، يجينا من امينو اسيد، جليسيرول الى اخره. زين، فهذا معناه الجلوك، نفهم هسه بعد شوي من نقول الجلوكونيوجينيسيس معناه هذا. الجلايكوجينولايسيس، عندنا الجلوكوز يتخزن، بالكبد بشكل جلايكوجين، ماده يعني الجلوكوز من دنا قطع الجلوكوز يتجمع بالكبد، شو نسميها؟ نسميها جلايكوجين. من يتحلل يصير جلايكوجين لايسيس، تحلل، لايسيس معناها تحلل، فجلايكوجين لايسيس راح يتحلل الجلوكوز من الجسم. فاذا الكبد عندنا يخزن شنو؟ يخزن جلوكوز. فاكو عندنا هرمون اسمه الجلوكاجون ينفرز من البنكرياس يروح للكبد، يقول له يابا حلل لنا الجلايكوجين على مود يطلع الجلوكوز. طبعا ذن العمليتين كلش مهمات بالميتابوليك ريسبونس تروما. ليش احنا بس مجرد نفهمهن؟ على ان بعد شوي من نحكي راح نذكرهن هوايه.
راح نجي اول شيء. اذا نفترض هسه الحرب، ناخذ كمثال الحرب بين اوكرانيا وروسيا، يعني روسيا من قصفت اوكرانيا، اول ما قصفت روسيا اوكرانيا، اول ما هاجمت الحدود مالت، هاي صارت، هاي نشبهها بالتروما اللي صارت للبلد هذا الاوكرانيا، شنو راح يكون استجابة؟ اكيد جيش والشرطة بهاي المنطقة واللي على الحدود راح يبدون يقامون يدافعون عن هذا البلد. زين، هذا بالضبط اللي راح يصير بالجسم، يعني من يصير تروما بالجسم راح يبدي شنو؟ هنا عندنا اكو جيش شرطة موجودين، جهاز مناعي. زين، عندنا الحدود اللي على الحدود اللي هو احنا بطانة الوعاء الدموي نسميه الاندوثيليال، من اسمه اندو معناه داخلي، يبطن شنو؟ الوعاء الدموي، ثيليوم يعني خلايا، اندوثيليال الخلايا التي تبطن الوعاء الدموي. هاي الخلايا بالاضافة الى جهاز المناعة الشرطة اللي موجودة على هاي الحدود، على هاي المكان التروما، اكو كل تيشو بي جهاز مناعة داخل التيشو راح يبدي يتحفزن. بالاضافة احنا مثل ما نعرف اكو اتصالات لازم اكو يخبرون الجهات العليا، تمام؟ فعدنا شنو؟ عدنا الجهاز العصبي او الافرنت نيرفز، الاعصاب الصاعدة اللي راح تودي وين؟ للدماغ، يعني ايضا تتحفز مكان التروما. زين، فمن راح يصير انجر او تروما باي مكان بالجسم راح يبدي يتحفز شنو؟ الاندوثيليال بطانة الوعاء زائد الوعاء الدموي زائد الجهاز المناعي يتحفز، والاعصاب ايضا تبدي تتحفز. هذا بالضبط اللي يصير. زين، الجهاز المناعي والاندوثيليال متحفزون، ايش راح ينتجوننا؟ راح ينتجوننا شنو؟ راح ينتجوننا ميدييتر او نسميها سايتوكاينز. سايتوكاينز عبارة عن محفزات، احنا ذن مواد محفزة، يعني الفكرة يا بيتصلون يا بتعالوا يا جيش يا شرطة احنا عندنا اخترق الحدود مالتنا. فاذا شنو فكرة هاي الميدييترز؟ واحدة من وظائفها المهمة هاي السايتوكاينز المحفزات من تفرزها على مود شنو؟ تجيب جهاز، يعني تحفز انه شنو؟ تجيب اكثر من شنو؟ خلايا الجهاز المناعي مثل الماكروفيج البلاعم، تجيب اكثر على مو شنو يسموها ريكروتمنت، يعني تقوم شنو؟ تجيب اكثر خلايا زين للمكان على مود شنو؟ نتعامل ويا هاي التروما والانجري. زين، زائد احنا مثل ما قلنا انه يتحفز الاندوثيليال، الاندوثيليال راح يفرز مواد يسوي شنو؟ فازوداليتيشن، يعني توسع بالوعاء الدموي. زين، مكان الانجري، زين مكان الانجري ليش؟ على مود شنو؟ يسمح انه يفوت الجهاز المناعي بقوه. والنقطه المهمه اللي لازم نفهمها هنا كلش مهمه وراح تخلينا نفهم مواضيع القادمه، زين، انه هنا مثل ما جاي نشوف هنا انه تزيد البرميابوليتي، يعني قاعد نشوف انه بين الاندوثيليال سيل قاعد نشوف انه اكو فد مسافات. المشكلة بهاي المسافات، يعني هاي يسموه النضوح، البرميابوليتي تزداد، يعني الخلايا تبدي شنو؟ تبدي تعبر، زائد انه شنو؟ المواد مثل البروتين، عندنا مهم جدا البروتين اللي عندنا الالبومين يكون صغيرون لو موليكولر ويت، فيشنو يعبر؟ يعبر وين؟ يطلع، يطلع وين؟ بالتيشو، يعني يطلع هنا بالتيشو، يبدي هنا يطلع هنا بهالمكانات بالتيشو، يعني شنو مثل ما قلنا انه يطلع وين؟ يطلع للتيشو. فلهذا الألبومين بالبلازما بالدم ايش راح يصير بي؟ راح ينخفض، والألبومين هو المسؤول على الأوزموتيك بريشر داخل الدم، يعني الألبومين اذا نتذكر الضغط الأوزموزي الأوزموتيك بريشر، الألبومين يسحب السوائل على مود ما تروح شنو خارج الدم، يسحبها، يعني بيعد شيء اسمه أوزموزي، يعني معناه يسحب السوائل من يطلع يروح للخارج مجرى الدم زين الى التيشو نتيجة زيادة البرميابوليتي النضوح، ايش راح يصير؟ يسحب السوائل وياه، لهذا سبب الإديمة بالإنفلاميشن بالالتهاب بالتروما، مكان التروما من تورم هو هذا السبب، انه يزيد البرميابوليتي مال بطانة الوعاء الدموي، تعبر الألبومين والسوائل والالكترولايت الأملاح، فصير عندنا الإديمة. زين، وليش يصير هوتنس؟ راح يقول ليش يصير حمرة وصير حارة؟ نتيجة قلنا يصير فازوداليتيشن، قلنا لازم فازوداليتيشن على مود المواد والجهاز المناعي يجي يوصل هالمكان بسهولة، لازم نوسع للطرق فيصير فازو داليتيشن. طبعا اذا نلاحظ انه اكو هايبوبريفيوجين هنا فازو كونستركشن هايبوبري، هنا طبعا مثل ما جاي نشوف انه فازو كونستركشن، القصد انه هنا بهالتأثير السمباثيتك نرفز قلنا الجهاز العصبي راح يتحفز ايضا،
زائد انه بعض الهرمونات الفكره من البازو كونستركشن ليش يصير على مود انه الاعضاء اللي ما تحتاج دم بكميه كبيره، يعني احنا نريد مكان الانجري شنو بفلو عالي زين، المكانات الثانيه لان هذا انجري يحتاج نقضى على اعداء، يحتاج نعالج المكان، يحتاج هيلينج يعني شفاء، فهذا مهم المكان جدا مهم. هذا هسه بالضبط اللي يصير لوكالي. هسه احنا قلنا لوكالي ايش صار عندنا، تحفز نهايه الاعصاب راح وين اشعار للجهات العليا الدماغ، الشغله الثانيه جهاز الملاعن اندوثيليال تحفز وفرز شنو عندنا ميدييترز او سايتوكاينز قلنا محفزات. خلينا نشوف هو هذا اللي هن ذن الشغلتين اللي راح يحفزن لنا شنو الميتابوليك ريسبونس تروما للسيستميك اللي يهمنا كلش. هذا السلايد يوضح لنا اللي حكيناه، من راح يتحفز الجهاز المناعي، من راح يصير عندنا انجري مثل ما جاي نشوف ايش راح يصير عندنا بالضبط من راح يصير عندنا انجري. قلنا راح يتحفز الجهاز المناعي عن طريق شنو الاعصاب الصاعده الافرنت نيرفز، راح تتحفز تروح للدماغ قلنا يا بعدنا اكو مشكله، فمن راح تتحفز لهذا راح يصير عندنا اكو شيء اسمه عندنا ذراعين مهمين. هاي الذراعين مهمين، اول الذراع الاول هو النيورو اندوكراين والذراع الثاني هو الانفلاماتوري. يعني من راح يتحفز اول ذراع يعني من راح يتحفز لوكال يجي اشعال الدماغ راح يحفز شيء اسمه نيورو اندوكراين. من اسمه نيورو اندوكراين يعني معناه اكو نيورو باثوي واكو اندوكراين باثوي. النيورو باثوي يعني فشيء له علاقه بالجهاز العصبي اللي قلنا احنا متمثل بمن بالسمباثيتك نيرفس سيستم، سمباثيتك نيرفس سيستم. اذا معناه من راح يصير انجري راح يصير يعاز يوصل للدماغ يتحفز شنو النيورو اندوكراين باثوي. النيورو اندوكراين باثوي سمباثيتك نيرفس سيستم راح يروح مثلا للبنكرياس يقول له يابا قلنا جلايكوجينولايسيس، قلنا حلل الجلايكوجين طلع لنا جلوكوز نحتاجه، عندنا تروما نحتاج طاقه نحتاج جلوكوز زين. كذلك السمباثيتك يروح على الادرينال جلاند يابا قلها طلع ادرينالين نور ادرينالين يابا هذا المريض مشوك ضغطه نازل زين لازم احنا نصعد دقات القلب حتى نزيد ضغط القلب للدم زين، لازم نسوي فازو كونستركشن على مود نرفع الضغط تمام. فاذا كلش مهم زين الادرينالين من راح يتحفز الادرينال جلان اللي هي المدلة بالنص، هاي الدائره بالنص اللي جاي نشوفها المدلة، من راح تتحفز تفرز لنا ادرينالين ونور ادرينالين، ذن مهمات جدا بالريسبونس. زين عندنا الشغله هذا بالنسبه لنا قلنا النيورو باثوي، عندنا الاندوكراين باثوي اللي هو هذا الفوق الاندوكراين باثوي. الهايبوثالاموس راح تحفز شنو تفرز لنا الهايبوثالاموس راح تفرز لنا سي ار اف بروتين اللي هو كورتيكوتروفين ريليسينج هرمون. كورتيكوتروفين ريليسينج يعني محرر بعدين راح يحرر شنو الكورتيزول، كورتيكوتروفين ريليسينج هرمون راح يروح للبيتيوتري جلاند، بيتيوتري راح تفرز لنا الاي سي تي اتش اللي هو من اسمه ادرينو كورتيكوتروفين زين اي سي تي اتش ستيميليتينج هرمون. فهذا راح يروح وين؟ راح يروح على الادرينال جلاند راح يحفز لنا افراز الكورتيزول، كلش مهم راح يحفز لنا افراز الكورتيزول. اذا بالنهايه السيستميك ريسبونس يعني من راح يصير لوكال انجري راح يتحفز الاعصاب وتروح وين؟ للدماغ. من راح تروح للدماغ شو تسوي؟ تقول له يابا فرزن يا سمباثيتك نيرفس سيستم تحفز، سمباثيتك وين راح يروح؟ يروح للادرينال جلاند، راح يروح للادرينال جلاند فرزن ادرينالين ونور ادرينالين حتى تروح للدم. بالاضافه ايضا يروح وين؟ نهايه للاعضاء البقيه للبنكرياس على مود يحفز تحلل الجلوكوز اللي نحتاج طاقه. هذا نسميه نيورو باثوي. الاندوكراين باثوي يروح الهايبوثالاموس يقول لها يابا فرزين هرمون اسمه سي ار اف كورتيكوتروفين ريليسينج هرمون زين. راح يروح وين هذا الهرمون؟ ينزل للبيتيوتري جلاند يقول لها يا بيتيوتري حفزين افراز الاي سي تي اتش. هذا الهرمون اللي هو الاي سي تي اتش راح يروح وين؟ يروح للادرينال يحفز افراز الكورتيزول. هذا ببساطه النيورو اندوكراين باثوي. عندنا الارم الثاني هذا الاندوكراين قلنا الذراع الاولى، الذراع الثانيه اللي هو شنو الانفلاماتوري باثوي المتمثل بمن اللي حكيناه قبل شوي قلنا المحفزات السايتوكاينز
المحفزات هن ذن همين راح يسوينا سيستميك ريسبونس، يعني من راح يصعدن راح يسوينا سيستميك ريسبونس. هاي مجرد مقدمة بسيطة، راح هسه نشوف نفهمهن بتفاصيلهن، شنو الميدياترز المحفزات اللي تنفرز وشنو وظيفتهن، كلها راح ناخذها بالتفصيل. إذن تحدثنا بالبداية عن اللوكال ريسبونس والسيستميك ريسبونس، حكيناها كمقدمة. هسه راح ندخل على من على السيستميك ريسبونس سيندروم، شنو اللي يصير، الميتابوليك تشينجز اللي راح يصير للتروما. هذا السلايد يوضح لنا شغله مهمه، يقول لك يابا الميتابوليك ريسبونس للتروما اكو شيء اسمه سيستميك ريسبونس يعني اللي يحفز لنا الالتهاب، واكو كاونتر انفلاماتوري ريسبونس اللي هو يكون عكسه. زين السيستميك ريسبونس من راح يتحفز قلنا شين يحفز لنا ذراعين مهمين، نيورو اندوكراين باثوي قلنا انفلاماتوري باثوي، ذني شنو كلش مهمات. هسه نعرف شنو وظيفتهم اللي هن النيورو اندوكراين قلنا نيورو سمباثيتك، والاندوكراين قلنا عن طريق فراز باثوي اللي ينتهينا بالكورتيزول، والنيورو قلنا ينتهينا بالسمباثيتك يحرر لنا ادرينالين نور ادرينالين. فثلاث هرمونات مهمه تحررا كورتيزول ادرينالين نور ادرينالين بالنيورو اندوكراين باثوي. بالانفلاماتوري باثوي قلنا جهاز مناعي تحفز يحفز لنا محفزات سميناها السايتو كاينز، هاي السايتو كاينز راح تنفرز ايضا راح يسوون السيستميك ريسبونس. هسه واحد يسال سؤال يقول شنو الكاونتر انفلاماتوري ريسبونس؟ كاونتر معناه شنو؟ عكسي، يعني انتي انفلاماتوري ريسبونس. يعني اذا صار التحفيز بشكل كبير الانفلاميشن جدا عالي راح يصير تاثير عكسي على الجسم. يعني احنا هذا كل اللي جاي يصير على مود ينهض الجسم يعني يرفع ضغطه كذا، بس هذا اذا صار زياده عن حده ما زاد عن حده انقلب ضده. يعني اذا زاد عن الحد هذا التفاعل السيستميك ريسبونس شو راح يسوي لنا؟ ممكن يقتل المريض، يعني ممكن يموت. لهذا اكو شيء اسمه كاونتر انفلاماتوري ريسبونس، بس مجرد فهم بسيط انه من يتحفز تنفرز لنا ايضا من جهاز المناعي ومن خلايا بعض الميدييترز بعض المحفزات. هذا مجرد ذني يسوون انهيبيشن يعني عكسن شغل السيستميك على مود يتوازن، يصير اكو توازن، ما يصير انفلاميشن بشكل كبير، يكون في الشيء متوازن. هاي فكرة الكاونتر انفلاماتوري ريسبونس. هسه خلصنا، راح نبدي قلنا السيستميك راح نقسمه الى نيورو اندوكراين الذراع الاول، والذراع الثاني هو الانفلاماتوري باثوي جهاز المناعي. زين النيورو اندوكراين الذراع الاول هسه راح ناخذه بتفاصيله. تمام النيورو اندوكراين باثوي ما راح نحكي عليه، حكينا عليه هوايه. قلنا ينفرز السي ار اتش من الهايبو ثلمس اللي تحت المهاد، هايبو ثلمس، هايبو معناه تحت، ثلمس المهاد يعني يسموه غده تحت المهاد. الهايبو ثلمس راح تفرز لنا السي ار اتش، السي ار اتش راح يحفز لنا افراز شيء اسمه الاي سي تي اتش من الغده النخاميه. هذا وين راح يروح؟ للادرينال جلاند يحفز لنا افراز الكورتيزول. اذا اول هرمون عندنا شنو بالاندوكراين باثوي هو الكورتيزول، زائد نجي قلنا النيورو بارت الجزء مال النيورو اللي هو سمباثيتك نيرفس سيستم راح يروح ايضا للادرينال يحفز لنا افراز الادرينالين نور ادرينالين. والادرينالين يروح شنو للبنكرياس قلنا يحفز الجلوكاجون، قلنا هذا الهرمون يروح للكبد يدق الباب يقول يابا حللنا الجلايكوجين، على مود يصير عندنا شيء اسمه عمليه سميناها من البدايه اخذناها اسمها جلايكوجين لايسيس، تحلل الجلايكوجين. طبعا هذا يعني احنا حكينا عليه، ما راح هذا نفس الفي شكرا شرح شنو اعاده بالاعاده افاده. هايبوثلاماس يفرز لنا هرمون سي ار اتش، سي ار اتش يروح وين؟ للغده النخاميه، يفرز لنا شنو اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش راح يروح وين؟ للادرينال جلاند مثل ما جاي نشوف، والادرينال جلاند راح تفرز لنا كورتيزول. وقلنا السمباثيتك نيرفس سيستم وين راح يروح؟ راح يروح للادرينال جلاند يحفز لنا ادرينالين نور ادرينالين. ولا ننسى نقطه جدا مهمه انه السمباثيتك نيرفس سيستم هو مباشره يعني مو عن طريق بس الادرينال جلاند، يعني هو مباشره يغذي لنا هاي الاعضاء. يعني مثلا للقلب احنا نعرف القلب يغذي بارا سمباثيتك وسمباثيتك، يعني هذا السمباثيتك ايضا يغذي القلب، هم ياثر مباشره على من على القلب يزيد دقات القلب، مباشره على الرئه يزيد شنو تكوين او الاكسجين مثلا على مود يزيد الاكسجين اللي ممكن ياثر، ممكن ايضا على البنكرياس ياثر على الليفر
على الكبد. فقصد السمباثيتك هو مو بس انه ياثر على الادرينال جلاند على مود يفرز الادرينالين والنور ادرينالين، لا ياثر على اعضاء مباشر لان يغذيها السمباثيتك، يغذي الاعضاء الداخليه الفيزرال نسميها، الاعضاء الداخليه يغذيها السمباثيتك فياثر عليها بشكل مباشر. هسه خلصنا الذراع الاول، قلنا احنا الميتابوليك ريسبونس تروما، عندنا النيورو اندوكراين باثوي حكيناه بتفاصيله فهمناه بتفاصيله. من راح يتحفز النيورو اندوكراين باثوي؟ طبعا النيورو اندوكراين من يتحفز راح شنو الفكره من عنده، قلنا انه يفرز لنا ادرينالين نور ادرينالين كورتيزول على مود انه يصعد دقات القلب، يسوي فازو كونستركشن، يزيد شنو فازو كونستركشن على مود يزيد ضغط الدم، زائد انه يسوي فازو كونستركشن بالبيرفرال تيشو الاعضاء اللي هن الاكستريميتيز الايدين والرجلين كذا. فازو كونستركشن ليش؟ على مود الدم يروح للاعضاء المهمه مثل الدماغ قلب، يعني الاعضاء ذن مهمه جدا على مود، فالاعضاء اللي مو مهمه يقلل يسوي فازو كونستركشن يقلل. هاي كلها وظيفه دفاعيه على مود الجسم يقاوم اكثر فتره ممكنه. فهاي قلنا النيورو اندوكراين واللي متمثل بالسمباثيتك والهرمونال اللي بعدين يحفز لنا انتاج الكورتيزول، فصار عندنا كورتيزول ادرينالين نور ادرينالين والسمباثيتك انه يحفز مباشره الاعضاء ايضا على مود تقاوم. هسه خلصنا من النيوروندوكراين، نجي على الذراع الثاني. الذراع الثاني اللي هو انفلاماتوري باثوي. احنا بالبدايه باللوكال ايش قلنا؟ قلنا الجهاز المناعي راح يتحفز، راح يفرز لنا محفزات، هاي المحفزات تجيب شنو؟ تحفز الجهاز المناعي وتجيب شنو؟ على مود يجي يقاوم وياه، تخابر الشرطه وزاره الدفاع على مود يجون. زين، فالسايتوكاينز شنو معناها؟ هاي المحفزات شنو اسمها سايتوكاينز؟ سايتوكاينز شنو معناها؟ عباره عن بروتينات. زين، تفرزها اكثر شيء الماكروفيج وممكن النيتروفيلز، ثاني الخلايا الماكروفيج النيتروفيلز الخلايا مال الجهاز المناعي تفرزها، اللي هي تتمثل بالانترلوكين والانترفيرون. مهم جدا اللي هو الانترلوكين، دائما نشوف هذا المختصر يختصروا IL معناه انترلوكين، وبيهن ارقام صراحه نشوف انترلوكين 1 انترلوكين 6 انترلوكين 8. هسه راح ناخذهم بتفاصيل. فمن راح ينفرزن ذن ايش راح يسوون؟ يعني الانفلاماتوري ريسبونس شلون راح يشتغل؟ شنو فائدته؟ إذن الماكروفيج الجهاز المناعي راح يتحفز قلنا لوكالي، راح يفرز لنا محفزات سميناها السايتوكاينز اللي هن كلش مهمات، الانترلوكين واحد تيومر، هذا مختصر هذا التيومر نيكروتيك فاكتر ألفا، تيومر نيكروتيك فاكتر ألفا. ذن الثنين الانترلوكين والتيومر نيكروتيك راح يحفزن إنتاج الانترلوكين ستة، كلش مهم الانترلوكين ستة لأنه هو المسؤول عن هواي شغلات مهمة بالجسم. فذني الثلاثة من راح ينتجن يتكونن هن اللي راح يحفز لنا السيستم كريسبونس اللي راح نشوفه هسه بعد شوي. الأكيوت فيز ريسبونس، عندنا الأكيوت فيز ريسبونس شنو معناه أو السيستم كريسبونس؟ من إنفلاماتر ميدياترز تحفز الجهاز المناعي في رزنا السايتوكاينز اللي قلناها انترلوكين 6 انترلوكين 1 وتيومر نيكروتيك فاكتر الفا. لان من يتحفزن راح يروحن وين؟ للهايبوثالاموس مركز السيطره على الحراره، يقول يابا رفعين الحراره، احنا في حاله حرب مو مال نبرد، فيصير عندنا شنو؟ بايركسيا، زياده بايركسيا معناها شنو؟ معناها زياده بدرجه الحراره او فيفر نفس المعنى. اوجمنت ذا هايبوثالاميك ستريس، قلنا يحفز الهايبوثالاموس، ايضا راح يحفز شنو؟ يحفز الاندوكراين باث واي نفس الوقت. راح يروح لعضلات يقولها يابا احنا في حاله شو اسمه هذه المنطقه نريد بناها، نريد شنو؟ نريد طابوق. من الطابوق البروتينات راح تتحلل بالعضلات تنطينا شنو؟ امينو اسيد. هو هذا الطابوق اللي راح يروح للكبد على مود ينتج لنا شنو؟ بروتينات اكثر. الكبد ايضا ممكن ينتج طاقه من الامينو اسيد، يعني هذا الامينو اسيد قلنا بالبدايه اكو شيء اسمه جلوكو نيوجينيسيس، صح؟ فعمليه تكوين الجلوكوز ممكن قلنا يتكون من الامينو اسيد، فممكن الأمينو أسيد أيضا اللي استفاد منها الكبد يحولها إلى جلوكوز. الجلوكوز غذاء مهم للدماغ، أقل شيء باليوم نحتاج 100 غرام من الجلوكوز، فمن يجيبه؟ من الجلوكونيوجينيسيس. قلنا الجلايكوجين يتحلل سميناه جلايكوجين لايسيس، اللي هو مخزون السكر أو الجلوكوز وين؟ بالكبد، راح يتحلل سميناه جلايكوجين.
فقلنا جلايكوجين لايسيس زاد جلوكونيوجينسيس ولدنا جلوكوز، هذا اللي خدناه. واخر شيء يصير عندنا بيرفرال انسولين ريزيستنس راح نحكي عليه. طبعا هذا هاي الصوره توضح انه الانترلوكين 6 والتيومن كروتيك فاكتور الفا والانترلوكين 1 ذني يحفزن ان وحده من وظائفهن المهمه ايضا هن يحفزن الاندوكراين باثوي، يعني يروحن للهايبوثالاموس يقول له يابا فرزلنا ريد كورتيزول. وهاي طبعا هاي النيجاتيف فيدباك، نعرف انه اي ماده تنتج وحده مثلا الكورتيزول من راح ينتج بكميات كبيره، هو الدور يسوي انهيبيشن يعني يثبط عمل الهايبوثالاموس، يقول له يابا صار عندنا هواي كورتيزول كافي. هذا يسموه نيجاتيف فيدباك، هاي نسميها النيجاتيف فيدباك. البوزيتيف قلنا هن ذني يحفزن الهايبوثالاموس على مود تنتج لنا اكثر سي ار اتش، اكثر اي سي تي اتش، واكثر كورتيزول. قلنا بعد ما تحفز الانفلاماتوري باثوي فرزنا السيتوكاينز، قلنا شنو وظيفتهن ذني؟ ممكن يسوي لنا بايركسيا فيفر، وممكن شنو قلنا يحفزن الاندوكراين باثوي يعني مود ينتج كورتيزول شنو اكثر. واحده من الوظائف المهمه قلنا ايضا يروح على البروتين، يقول له يابا احنا نريد امينو، احنا يابا حللنا المصل حللنا بروتين نريد امينو اسيد. الامينو اسيد مثل الطابوب اللي نحتاجه على مود البناء، فقال له يابا حررنا شنو امينو اسيد على مود نريد احنا نريد نبني. زين، فكلش مهم هاي الامور. فمن راح تتحرر هاي الامينو اسيد كذا راح ياثر على الكبد، هاي الانفلاماتوري شنو ميدييترز اللي حكيناها الانترلوكينات، انترلوكين 6 1 وتيومر نيكروتيك فاكتور الفا. ايش راح يسوون ذني؟ زين، راح يروح للكبد يقول له يابا انتج لنا بروتينات، احنا نحتاج اكو بعض البروتينات نحتاجها مهمه، على سبيل المثال مثل السي رياكتيف بروتين. طبعا هذا من المريض عنده تروما من نقيس راح نلقاه عالي، يعني يقدر نقيسه بالدم. مثلا لايسوزايم على مود شنو تروح للتيشو انه اي شيء زايد ممكن شنو تحلله، على مود انه قلنا احنا عمليه البناء تحتاج تنظيف، لازم ننظف حتى نحط طابوقاتنا، فلازم شنو اللايسوزايم شو تسوي تحلل الشغلات اللي موجوده وتجي الماكروفيج تبلحن ويروح عمليه تنظيف بواسطه هاي الانزيمات. وطبعا الفايبرينوجين ايضا من الاكيوت فيز بروتين المهمه اللي يزداد. وظيفه الفايبرينوجين، فايبرينوجين من يصير عندنا نزف على مود نوقفه نحتاج عوامل تخثر، تجي العوامل التخثر تشتغل تسوي لنا شنو خثره. بس اكو حبال اذا هاي الخثره ما ربطناها بهاي الحبال راح شنو تفلت ويرجع النزف. من هاي الحبال هي الفايبرينوجين. فايبرينوجين تتحول الى شيء اسمه فايبرين، فايبر، فايبر يعني حبال تربط الخثره على مود شنو على مود ما تفلت. فهاي كلش مهم ذن البروتينات. زين، شنو اللي راح يقل انتاجه بالكبد؟ الالبومين. مو بس يقل انتاجه، راح يفقد الجسم، يعني الفكره الجسم راح يفقد الالبومين. قلنا بالبدايه اذا نذكر قلنا من يصير انجري لوكالي راح يصير تزيد النضوح البيرميابيلتي للتيشو، يعني من الدم الالبومين يروح وين؟ للتيشو، وقلنا تروح شنو السوائل وياه، فبالتالي يصير عندنا الإديمة، فالالبومين لهذا شنو راح يقل. الاكيوت فيز بروتين اذا معناه عندنا البوزيتيف مثل سي رياكتيف بروتين، قلنا هذا السي ار بي اللي هو السي رياكتيف بروتين، وعندنا الفايبرينوجين قلنا اللي هو مهم بعمليه التخثر. النيجاتيف مثل الالبومين وترانسفيرين، مهم جدا نحفظ الالبومين والسي رياكتيف بروتين مهمات. الالبومين قليل، ليش الالبومين قليل بالتروما؟ قلنا لان نتيجه انه النضوح راح ينضح للتيشو يسوي لنا هو الاديمه، فاكيد راح بالدم نقيس نلقاه قليل لان هو راح شنو طالع برا يمل بداخل التيشو. اجى احد العلماء قال يابا هذا الميتابوليك، هسه احنا اخذنا الميتابوليك وفهمناه، راح نجي نفهم شنو التاثير على الجسم هذا. يعني احنا هسه فهمنا، هسه واحد يجي يسالك يقول لك شنو نيورو شنو ميتابوليك ريسبونس تروما، انت راح تجي تقول له لوكالي راح يتحفز شنو يتحفز السمباثيت الاعصاب والجهاز المناعي، الاعصاب راح تحفز لنا النيورو اندوكراين باثوي وراح تشرحها، والانفلاماتوري باثوي حكيناه وقلنا شنو اللي راح يسوينا على الكبد، تاثيره على بقيه الاعضاء، زين على السخونه الكذا. فانت هسه شرحت له، اجى احد العلماء قال ذني احنا عمليا نشوف، يعني ذني احنا اللي حكينا كميتابوليزم يعني كباثولوجي باثوفيزيولوجي ايش راح يصير كباثولوجي يعني كشرح تفصيلي، بس قال يابا انه احنا راح نقسمهن الى
شنو؟ فيزات ثلاثة. زين شنو فيزات؟ فيزات يعني شنو؟ أطوار، ثلاث أطوار. قال ياب عندنا الإب فيز. الإب فيز شنو معناه؟ بداية حرف إي. إذا نلاحظ بداية حرف إي، بداية حرف إي معناه يعني على مود ما ننسى إيرلي، بداية حرف إيرلي إي يعني أول ما يبدي هذا الفيز. قال الجسم بالبداية من مريض يتعرض إلى تروما، من مريض يتعرض إلى تروما يعني واحد صار عنده حادث، صار عنده نزف، فقد سوائل هواي. قال أول ما يبدي يصير عنده الإفيز، هذا يطول من 24 ساعة إلى 48 ساعة. زين واحد يقول شنو هذا الإفيز؟ إيش راح يصير بجسم المريض؟ المريض راح يكون هايبوفوليميا وفي حالة شوك لأن نتيجة فقدان السوائل. الكاردياك أوتبوت يعني عمل ضخ القلب راح يكون قليل. سواحد يقول ليش؟ لأن هو أصلاً فاقد دم هواية، فالدم مينك وحتى يضخ القلب، فالكاردياك أوتبوت راح تكون قليلة. يقول راح يصير هايبوثيرميا، يعني شنو هايبوثيرميا؟ يعني درجة الحرارة مال الجسم تقل. قلنا إحنا بالوظائف الدفاعية قلنا الأعضاء مثلاً إكستريميتيز أو الأعضاء الخارجية مو مهمة بقدر الدماغ، وإحنا بدنا نقص بالسوائل، فيصير فازو كونستريكشن عن طريق الأدرينالين والنور أدرينالين على مود شنو؟ على مود نقلل شنو؟ للأعضاء المو مهمة يوصلها دم أقل، مو مشكلة زين، لكن الأعضاء المهمة يحتاج يوصلها دم كافي. فهذا فازو كونستريكشن شو راح يسوي لنا؟ كولد إكستريميتيز هايبوثيرميا، يعني درجة حرارة الجسم شو راح تكون؟ راح تكون قليلة. هذا يسمى إب فيز. قال يابا هذا أول فيز، يعني أول ما يجي المريض يمر بهاي المراحل. إحنا شنو وراها يبدي الفلو فيز، وراها يبدي الفلو فيز. هسه راح نجي اللي هو بي، راح يصير حتى مرادف لكلمة فلو. فلو معناه تدفق. هسه راح نقول ليش سموه تدفق. شنو تدفق؟ يعني معناه للجسم راح يبدي ينتج مواد أولية على مود شنو؟ فترة التدفق، يعني ينتج مواد أولية حتى يبني شنو مكان الجرح، فيسموه فترة تدفق. يصير كتابوليزم، عملية هدم استعدادا لعملية البناء. إذا أول ما بدينا شنو الجسم بدأ شنو في حالة إب فيز اللي هو مريض هسه حاليا شوك كذا، وراها يبدي الفلو فيز. الجسم قلنا حفرز لنا ذن الميكانيزم خذناها، يبدي يتحلل الدهون بالجسم، يعني الأديبوستي شو تحرر فاتي أسيد. طبعا الفاتي أسيد من تتحرر ما راح تتحول إلى جلوكوز، لكن تتحول إلى كيتون بوديز، أجسام الحاضن مضية. شنو وظيفة الأجسام الحامضية؟ وظيفة الكيتون بوديز أو الأجسام الحامضية على مود شنو؟ تولد لنا طاقة، يعني لأن إحنا نحتاج عمال، العمال يحتاجون طاقة، مو؟ هاي الطاقة هي عن طريق الدهون. البروتين راح يبدي، البروتينات العضلات قلنا راح تبدي تتحلل، من تتحلل شنو؟ راح يصير المصل شنو؟ تضعف، ويستنج يصير بيها، تتحلل على مود توفر لنا شنو؟ طابو قلنا بروتين اللي هو شنو قلنا؟ أمينو أسيد، يتوفر لنا البروتين يتحلل يعطينا أمينو أسيد، هذا هو الطابوق اللي راح نبني بيه. زين؟ نبي بروتينات جدار يعني ممكن الخلايا نحتاجه جدا مهم. زين فاذا الفلو فيز عمليه تدفق المواد، يبدي يحلل الدهون، فهو نسميه عمليه هدم كتابوليزم، يحلل الدهون، يحلل شنو البروتينات بالعضلات على مود شنو؟ على مود يروح للفيز الاخير، على مود نبني اللي هو اخر فتره، فتره البناء اللي نسميها انابوليزم، عكس الكتابوليزم أنابوليزم. أنابوليزم معناه بناء. الفلو فيز قلنا أول شيء الفيز الأول الفيز قلنا تقريبا يطول يوم إلى يومين، ثلاث من يوم الثالث إلى العاشر ممكن يطول الفلو فيز. قلنا إحنا هنا فترة بناء. طبعا هنا تيشو إديمة نتيجة الفازوداليتيشن، إحنا حكيناها ليش يصير إديمة وزيادة بالنضوح. زين يزيد البيزل ميتابوليك ريت، قلنا الجسم لازم في حالة حرب لازم ما يصير شنو خامل، فيزيد البيزل ميتابوليك ريت. تمام. الكاردياك أوتبوت راح تزداد، وإحنا عرفنا ليش تزداد، قلنا إنه يبدأ إحنا طبعا ننطي فلود للمريض سوائل نعوضه. زين زاد إنه يشتغل الجهاز السيمباثيتيك والأدرينالي والنور أدرينالي يحفز دقات القلب ويرفع عن الضغط، فزيد الكاردياك أوتبوت. طبعا قلنا البايركسيا السخونه هنا راح تصير نتيجه شنو؟ قلنا الانفلاماتوري، قلنا انترلوكين 1 وانترلوكين 6، لان ايش راح يحفز البايركسيا. طبعا كريس اوكسجين كونسومشن اكيد يحتاج انه الاكسجين يدخل بكل عمليات انتاج
تكوين الطاقة، كل عمليات الميتابوليزم يدخل بها أكسجين، نحتاج الأكسجين، فإحنا عندنا حالة حرب وبناء أكيد نحتاج الأكسجين. إنكريس جلوكونيوجينيسيس، قلنا إنه يبدي الكبد يبدي يكون شنو؟ يكون جلوكوز، قلنا من كل الأمينو أسيد، ممكن إنجليسيرول، مواد ثانية يستخدمها لبناء الجلوكوز. ليش؟ الجلوكوز كلش مهم خصوصا للدماغ، يعني أساسي للدماغ. طبعا هذا رسم خدناه قبل شوية توضيح إنه بحالة السترس قلنا راح يتحفز الأعضاء بالفلوفيز، قلنا إنه سيمباثيتك يشتغل على الأدرينال، النورين أدرينال، أدرينالين، حكينا عليه سابقا وضحناه بتفاصيله. طبعا هذا سلايد توضيحي إنه بالإنجري شنو مثل ما حكينا حيصير عندنا الدهون تتحلل اللي هو مثل ما جاي نشوف هنا أنا لايبولايسيس تنفاتي أسيد ويا غليسيرول، وهنا قلنا بالكبد راح يبدي يحلل الجلايكوجين المخزون مال الكبد مال الجلوكوز، وراح يبدي جلوكونيوجينيسيس يكون جلوكوز، وقلنا بروتين سينثيسيس قلنا بروتينات المهمة اللي تساعد على معالجة التروما، فهذا عن طريق قلنا الانفلاماتوري باثوي، هذا الانفلاماتوري ريسبونس قلنا انه شو يسوي، يفرز لنا سايتوكاين، والسايتوكاين يفرز لنا شيء اسمه اكيوت فيز بروتين ويحفز يطلع لي جلوكوز وانه يحفز الاندوكراين باثوي، كل هندني يسوين. طبعا هنا السكيت المصل قلنا تتحفز على متطينة طابوق الامينو اسيد، البروتينات مثل حاله تطينة طابوق امينو اسيد اللي يساعد في بناء البروتينات اللي هي بالكبد. زين، مثل ما قلنا الامينو اسيد ايضا نقدر نستخدمها لبناء الجلوكوز. تمام. طبعا سؤال مهم جدا، هاي العمليات اللي حكيناها مال الكتابوليزم، يعني احنا قلنا يا حد جسم يبدي بحاله يهدم على مود شنو، يهدم المكانات مثل المصل فاتي اسيد على مود شنو، يبني مكان المجروح التروماتيك سايت، مكان المجروح. السؤال انه هل اذا استمر هذا لفتره طويله جيد؟ ابدا مو جيد، يعني هذا الكتابوليزم اذا استمر ممكن يقتل المريض، لهذا احنا بالريسستيشن، يعني الريسستيشن شنو، من نعطي علاجات، نعطي دم للمريض، نعطي سوائل، نعطي غذاء، هذا راح نقلل الكتابوليزم، لان اذا هذا استمر تخيل انه يصير ويستينج بالعضلات مال الريسبيريشن مال التنفس، يعني عضلات التنفس راح شنو تبدي تضعف، اذا ضعف شو المريض بعد يصير هايبو فنتيليشن، هايبو يعني نزول فنتيليشن، زين يعني يقل اخذ النفس، بعد المريض ما يقدر ياخذ، ما عنده الطاقه انه ياخذ نفس، عضلات ما تساعده، فيصير عنده شنو مشكله بالاكسجين. زين، نتخيل لو كان البيرفرال مس سكيليتال مس ايضا اذا تضعف يصير فتيق تعب ونحول. زين، طبعا كلش مهم انه ايضا ممكن تقلل طبعا الجات ريدوسينج موتاليتي. زين، طبعا اكو نقطه جدا مهمه، طبعا المريض الغذاء جدا، يعني احنا اثناء هذا الكتابوليزم احنا صح هو بالبدايه مهم ويفيد الجسم، لكن استمراريته باذيه مثل ما قلنا ممكن يصير تاثير عكسي يموت المريض، فلازم احنا نوفر شنو، نحاول نوفر غذاء، اذا المريض يقدر ياخذ اورالي يقدر ياخذ عن طريق شنو مغذيات او عن طريق دم ننطي اذا نقص دم، فنعوض النقص بالمريض على مود شنو، على مود نقلل الكتابوليزم والبروتين لايسيس، يعني تحلل البروتين قدر الامكان. طبعا اكو نقطه مهمه جدا، تقريبا فقدان 1 غرام من النيتروجين باليورين، شنو واحد يقول؟ طبعا احنا مثل ما قلنا الامينو البروتين يتحلل يعطينا امينو اسيد الطابوق، هذا يروح للكبد راح يبدي يستخدم، اما يحلله يكون شنو جلوكوز او يسوي بروتينات، بس خلال هاي العملية الكتابوليزم الهدم كمية النيتروجين، يعني أساس الأمينو أسيد شنو؟ الأساس مالت الأمينو أسيد هو النيتروجين. زين، فلهذا النيتروجين باليورين شبي راح يصير في عملية الهدم يكون عالي، يعني من أجي أقيس النيتروجين باليورين راح ألقاه عالي، وفقدان 1 غرام نيتروجين باليورين يعني من التشو تقريب 36 غرام فاقدين، فشوش قد يعني الشغلة مهمة. طبعا قلنا ذن المواد هذا يصير بالكتابوليزم، قلنا البروتين حطينا فد امينو اسيد نستخدمه بانتاج بروتينات بالكبد، وممكن نستخدمه بانتاج جلوكوز. طبعا الفاتي اسيد الدهون من الاديبوز تيشو من راح تحلل راح تعطينا شيء اسمه فاتي اسيد، هذا ممكن تتحول تعطينا كيتونز،
قلنا الكيتون هو ما يتحول لجلوكوز لكن ممكن يستخدموه كشنو طاقة عمال يعني تحتاج طاقة تحتاج كذا ممكن يستخدموه كطاقة إنتاج طاقة لعمليات البناء. الجلايكوجين طبعا والجسم طبعا أيضا ممكن يستخدمه يعني بقية الأعضاء اللي راح يقلل الجلوكوز إلها تستخدمه كطاقة للكيتون. الجلايكوجين قلنا هو مخزون الجلوكوز بالكبد يتحلل إلى جلوكوز، وقلنا الجلوكو نيو جينيسيس عملية تكوين الجلوكوز ممكن من الأمينو أسيد ممكن من الجليسيرول ممكن من اللاكتيد مثل ما حكينا. موضوع جدا جدا مهم هو الانسولين ريزيستنس. شنو مقاومة الانسولين؟ الانسولين ريزيستنس، الانسولين ريزيستنس كلش مهم. شنو معنى الانسولين ريزيستنس؟ ليش يصير عندنا الانسولين ريزيستنس؟ يعني واحد يقول ليش يصير عندنا انسولين ريزيستنس؟ السبب الاساسي انه يصير عندنا انسولين ريزيستنس اول شيء هو قلنا زياده الجلوكوز بالدم، يعني يبدي ينتج من الجلوكونيوجينيسيس جلايكوجين لايسيس تحليل الجلايكوجين راح يبدي جلوكوز شنو يصعد بالدم. ايضا نتيجه الانفلاماتوري تاثير الميدييترز السيتوكاينز اللي حكيناها زياده الهرمونات اللي انفرزن دني قلل شنو حساسيه الانسجه للانسولين، يعني البيرفرال تيشو زين الانسجه تبدي شنو ما تستجيب للانسولين لان الجلوكوز نحتاجه للمكان التروما نحتاجه للدماغ ما يريد يروح للاعضاء بشكل كبير هو يروح لها بشكل قليل، لهذا احنا نحتاج مكانات اهم. هاي الفكره فالفكره الاساسيه انسولين ريزيستنت ليش يصير؟ There is relative failure of insulin secretion to match catabolism. يعني الإنسولين ممكن يزيد بالبداية لكن مقارنة بالكتابوليزم اللي جاي يصير مقارنة بالزيادة بالجلوكوز ما يقدر شنو يعني زيادة تكون شنو بسيطة مقارنة بالزيادة بالجلوكوز بالدم. فلهذا زائد إنه failure of usual cellular response to insulin peripheral use of glucose decrease قلنا إنه حساسية الأنسجة تكون قليلة فما تستخدم الجلوكوز صير مقاومة للإنسولين بها. طبعا كلش مهم لهذا هذا شنو أهميته إنه لازم نسيطر على لازم إحنا نسيطر على الإنسولين ريزيستنس، يعني قصدي من يصير إنسولين ريزيستنس يصير عندنا زيادة بالسكر لازم نسيطر عليه حتى نقلل حدوث الالتهابات أو الانفكشن. تمام حتى وشافوا إنه كل ما الجلوكوز ما مسيطرين عليه بالدم ممكن المريض يدخل شنو يطول بالمستشفى يصير عنده انفكشن التهاب ممكن حتى زيادة احتمالية الوفاة. فإذا مهم جدا انه نسيطر عليه. طبعا السيطرة عليه decrease morbidity and mortality قلنا يقلل المورتاليتي والموت. شنو المورbidity؟ قلنا انه فترة بقاء بالمستشفى يتقل والمورتاليتي الوفاة. معنا عندنا طريقتين الانتنسيف ابروتش والconservative approach. ما نريد ندخل بتفاصيل عميقة بس نحفظهن intensive approach وconservative approach. المعنى بس بشكل بسيط intensive approach معناه نقيس السكر مرات متعددة زين وعلى أساس أنه نريد الجلوكوز جو الميتين ينزل، يعني لازم جو الميتين ما نريده فوق الميتين، ونقيس السكر مرات متعددة أوكي وننطي إنسولين حسب شنو قراءة السكر شقد النسبة ننطي إنسولين زين، وإذا لقيناه فوق الميتين أكثر من قراءة ممكن ننطي إنفيوجن يعني نخلي الإنسولين بمغذي وننطي شنو درب نقطر له إنسولين مستمر. هاي الفكرة من الانتنسيف. الكونزرفاتيف لا يعني إذا نزل نقطع الإنسولين زين يعني مو مثل الانتنسيف متابعة دقيقة، هذا قصدي بالانتنسيف والكونزرفاتيف أبروج. طبعا هذا السلايدنج سكيل بس يعني مفهوم جدا يعني نفس اللي حكيته يعني هنا بتفاصيل اللي يريد يطلع عليها كاطلاع فقط. زين طبعا اكو شغلات كلش مهمة احنا ما راح نطول اكثر. ذني الافويدبل فاكتورز يعني ابو الهيموريج اللي يعني شنو احنا ذني خلال ما يصير التروما ممكن احنا المريض ما نوصله مراحل يصير فالتأثير عليه نقدر نعالج بعض الامور. على سبيل المثال اذا هيموريج ننطي فلويد على سبيل المثال، اذا هايبوثيرميا اذا نزول بالهذا ممكن ندفي المريض او نغطيه او الكذا يعني ندفي المريض نسوي اكو بطانيه حراريه ندفي ننزل حرارته لان الهايبوثيرميا ترى هواي مشاكل تسوي. طبعا زين نحاول قدر الامكان نقلل انه تيشو اندر بيرفيوجن عن طريق قلنا اعطاء السوائل وعن طريق اسناد المريض.
نقلل الستارفيشن والاموبيليتي. سواحد يقول شنو ستارفيشن؟ ستارفيشن يعني معناه المريض قلنا انه ممكن انه ننطيه نوتريشن زين عن طريق اورال اذا نقدر او كذا، على مود شنو لان ستارفيشن شنو مور كاتابوليزم هدم، والهدم قلنا بعدين اذا طول يودينا الى نتائج لا تحمد عقباه. الاموبيليتي زين اللي هو طبعا شجع المريض انه يقوم يتحرك، لان نعرف عدم الحركه يسوي شنو؟ ضعف، يعني هدم بالعضلات، يعني يصير ويستنج بالمصل، فلهذا نحفزه انه يتحرك يقوم. اتمنى تكونون استفادتوا من هاي المحاضره، واتمنى تكون سهله ان شاء الله، فهمتوها بشكل جيد. ان شاء الله نلتقي بمحاضرات ثانيه، وشكرا لحسن الاستماع.